مش عارف تحل المشكلة دي. اقتحمت الجامعة 3 مرات ما وصلتش لحاجة، ما نبنى بس غير وجع الدماغ من أبهات العيال دول. الموضوع ده لو ما خلصش يا نجدت مش هيبقى في صالحك، وانت فاهم كده طبعا. فاهم يا فندم فاهم، وده اللي خلاني أجل ساعتك دلوقتي. أنا يا فندم عندي خطة ما تخرش المية. إيه الخطة يا نجدت؟ قول وخلصني. حاضر يا فندم حاضر. احنا هنجيب ضابط متخرج من دفعة جديدة ونزرعه في الجامعة وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكة اللي بيجيبوا منها المخدرات، ونمسكهم وهم متلبسين عشان القضية ما تطلعش بايظة والدنيا كلها تعرف ان انا قصدي ان سعادتك انهيت المهزلة دي. برافو يا نجدت برافو. كنت مخبي الاقتراح الهايل ده فين؟ انا كنت شغال عليه في صمت. بساعاتك برضو اللي علمتنا كده يا فندم. بس عشان ننفذ الخطة دي محتاجين ضابط محنك عنيف، ضابط حديث التخرج. بالظبط يا فندم، هو ده اللي رعيته وانا بختاره. طب فين الضابط ده؟ ها؟ هو موجود يا فندم موجود. بكره الصبح يكون في مكتبي. دلوقتي انا هتصل بالوزاره ابلغهم الخطه عشان يهدوا شويه. ما نستنى شويه يا فندم عشان السريه. توريطة. الو؟ فين الوزاره بسرعه؟ طب اسمعي النكتة دي. واحدة متهمة عندي في الأداب، ابنها بيقول لها ماما ماما أنا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا أصحاب أحسن. تقلي معاك هنا حيوان أنت. آسف يا أبي، أنا لقيت حضرتك اتأخرت، قلت يعني أعمل شوية تليفونات مهمة. شوية تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك إنك في بيتكو؟ حاجة غريبة. إيه يا جماعة؟ يلا جهزوا بسرعة وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان؟ انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا ابي؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا على سياده اللواء، فاهم؟ يا ابي قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام. استنى بره يا حازم. استنى بره يا حازم. افلام. استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. ساتر يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001، دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. انتوا جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم، صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه، اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعادة الباشا. قول لي يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعة؟ إلا فاكرهم يا فندم، ممكن أوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش أوصاف، مش للدرجات دي، أنا بسألك عن مجرمين، أنا بسألك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشرة عمري، ده توأم روحي يا فندم. والله ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض اكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية اختي سعادة. يا اخي وطي صوتك شوية. تحت امرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وانا ادبه وده دفعته واعرف اتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، انا بجمع بس شوية معلومات عنه. ناحية المعلومات يا باشا، انت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات اخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس قوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في حياة حازم؟ هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم واطي.
مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه. تصدق لا يا فندم سعادتك؟ بسيوني واخلاقه مش كويسه. الله، ولعلمك يا فندم ولا انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقولي سعادتك يعني؟ طب وفصيله الدم؟ دم ايه يا باشا، ده ما عندوش دم اصلا. بسيوني يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ حبيبي اول مره زورني. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسيوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا بسيوني. صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير، سلام وخورا من ربنا رحيم. ايه ده شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا بعد ما اقول لك انا حاجه فين حاجه ورا يا بسيوني. ولا بسيوني يا بسيوني بس اتفضل يا بسيوني يا حبيبي. انا بقول لك استنى بس انا اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. العني يا بابا، العني يا بابا. عمل فيا ايه يا بابا؟ البنت اتنربطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عم سلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامك. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه بلا نشيل التقدم. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قصر الساري يا بابا. يلا يا بنت، يلا انجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري عليك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه كوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعده صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه، اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه وجامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحه انا اول ما بصيت في وشه خفت، جسمي اشعر لدرجه ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمه. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ افضل احبك طول العمر، احبك. اوباش مسك ايديها، نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذة يا باشا. اوباش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم ما عرفتك، الدنيا حلوة. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول. حاول الاتصال في وقت اخر، حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحة. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك، تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشرين. ترى يلا بابا معاك. اهلا اهلا، اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده.
حبايبي. أنا مالي يا بابا إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف إنه يشتغل فيها. آه هيشفط إيه ولا إيه؟ إحنا لحقنا أبوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، إحنا ما يهمناش حاجة يا بابا. ثانية واحدة يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك إيه؟ حازم بسيوني الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني يا بسيوني. والله وانت كمان. طب فاكر يا ابني لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت بتصعبط عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بس. لو النبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا بأس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه. كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان. عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقول حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدام. اتفضل. يا فقر. قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب هرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم هو زعل؟ يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم. يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم. ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع. ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص انا متفائل بيه، والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط بسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها.